خليني انا نقول لك اخر الاخبار الموجعه اللي سمعناها مؤخرا في جهه بنعروس. تم الكشف على مستودع فيه 18 طن من المقرونه الصالحه للاستهلاك. الجزء من هذه رحاوه باش يرجعوه علفه للحيوانات. وفي نفس المستودع تشد 38 طن نتاع فارينه. شنو رايك مسيو؟ والله باش نقول لك، اذا كان تثبت الادانه نتاع السيد هذا اللي قام بعمليه الاحتكار هذه، انا واحد من الناس مع رئيس الدوله ومع القضاء، اذا كان ثبت ويزن في اسرع وقت تكون محاكم استعجاليه للامور هذه، ما نقعدوش نعديو عام وعام ونص وعامين في الحكايه، 20 سنه حبس، 500 مليون خطيه كما قالوا. اذا كان الشركه هذه موجوده على ارض الواقع، تقصد في صاحب الشركه اللي هو خاضع في العمليه، فوالا تتسكر او تملكها الدوله تفكها له وانتهى الامر، وكيف هو يعملوا له نفس العمليه. ويلزم المشكله، وين المشكله مربوطه في تنفيذ القضاء ما يلزموش طوال، يلزم لفلف، يلزم محاكم استعجاليه. تقصد التسريع في الاجراءات معنا؟ يعني من البحث الى الادانه وتثبت والحكم، يلزم 6 شهر. هذيك فلوس التوانسه، فلوس التوانسه اللي سرقونا فيها قاعدين كيما عملوا للحليب، يكبوا فيه باش يخلقوا ازمه في الواد، يكبوا فيه. وعندنا شاهد عيان وصور الشيء هذا، توا داروا للخبز والمواد الغذائيه، تعرفش علاش؟ باش يزعزعوا السلم الاجتماعي ويهيجوه. وعلاش؟ انه غايه في انفسهم، وان شاء الله لا تدرك هالغايه هذه. نقولوا احنا رانا شادين، صحيح توا 6500 طرات اللي تسدت الجمعه اللي فاتت، 6500 ربع بطو يجينا من الخارج. انا نقولوا احنا رانا، احنا توانسه نشدوا الصفره وماهوش عيب، والعالم الكل قاعد يشد الصف، لان الخزان تو اللي يفرق في المواد الغذائيه وخاصه في الحبوب. عندنا المواد مسيو، عندنا والله عندنا بامتياز، تكفينا اقسم بالله رانا في نعمه. فاني نقول فيها، نقول انا يوميا نقول للمجتمع رانا في نعمه. ولات ظاهره غريبه برشا في تونس، معناها يحجزوا المواد الغذائيه، يجي العباد ما تلقاش ما تاكل، يجي من بعد تلقاها غليت برشا. معناها المواطن قاعد يعاني من جميع النواحي، من الغلاء ومن الحجز تاع المواد الغذائيه. بالعقل تتقبل الممارسات هذه؟ ما تقبلش، يجي يعملوا حد لها الممارسات هذه. والله تعرف الشيء ولا يمر بس شيء، تعرف معناها العباد قريب باش تدخل في الحيط، وهبلت جل الخلق مع التصرفات الدنيئه نتاع بعض الجراثيم. هذا يستن فيروس قاعد معناها تغلل في برشا قلوب، في قلوب الناس اللي تبع الله على قلوبهم وعمى على بصيرتهم، فهمت؟ ولهذا أن اللي مدوخنا وخلانا حيرين في أمرنا ما عرفناش، لأن الدولة ما خدتش قرار في توقيف هذوما. فرقعوا البلاد في بعضها، فتقوها من بعضها وقتلوا وجوعوا، فهمتوا؟ هذاك الكل مش الظاهر معناها للعيام، وباقي مازالوا مستمرين. والحاكم علاش لتوا ما قضاش عليهم؟ شنو هو الشيء اللي معناها السبب اللي يخليه معناها السبب اللي يخليه معناها مازال ما قيدهمش حشاك كي كل قضيه تشد عام وعامين، وبرا يحبلوا وبرا حتى تجيبوا، والدور عاد فيها الالعاب، والدور فيها الدوسي يرقد، وفهمتي ولا لا؟ واحنا مصلي على النبي نصوم دي بروفي في الحكايه هذيا، والدوسي ذا والدوسي ما لقيناهش، وقتها عاد ما عملنا شيء. اما اذن في ظرف شهر من زمان، اربع جمعات، كل يد ياخذ وقتها، حتى وقتها تشوف كيف تصير. اما انت مسيو باش تفسر انه احنا عندنا مشكله والناس تعاني وتشد الصف على الفارينه وعلى الخبز وكل، وفما مستودع كيما هكا معنا؟ لانها ما عندناش رجال تغير على البلاد. ماهوش قيس سعيد وحده باش يولي شمس يزرق على الدنيا، ولا اربعه وزر اللي معاه. لا، مش هذا المشكل، المشكل في العقليه التونسيه. اذا كان العقليه التونسيه ما تتبدلش وما تتغيرش وما تحاربش على بلادها، فهمتني؟ لهنا ما نوصل نعملوا حتى شيء. يلزم العقلية نتاع الإنسان التونسي كي راه حاجة يبلغ عليها، تا وقت الدنيا تتبدل. أخي رواندا ما كانتش أفسد منا، ما كانتش تعبة أكثر من ويني توا، هربت بينا. أثيوبيا اللي نحن اعتبار مش يروح لأثيوبيا، يقول لك جاي من أثيوبيا، قد ضرب الجوع. أخي نحن ما قلنا خبز وماء وبين علي لا هاولا خبز ما ثماش، والماء هو قريب ينجح زاد.
يا اخي مش يترانا يا اخي. حضرنا مره صابة جات لتونس فهمت ولا ورضاوها مكدسه للي جات تشتي وهزتها وهزت الوديان ورضاوها تمشي وتفسد وتدود وما يعطوش للقليل حتى شكره فهمت قمح باش باش يعيش بها. ومازال مسيبهم والسيد الرئيس مش انا معناها يتبنن فيهم نورمالمون احنا الرئيس معاه بالدم وبالروح وبالسعد. شنو الشيء اللي مخوفه باش ما يضربهمش ضربه القضاء المبرم؟ شنو عليها التوخر هذايا حتى وصلنا الى درجه معناها العباد كلها قريب بالشيه بلاصن والمشين بهالشيء هذا الى متى؟ وحدات الحرس الوطني في نفس النهار في نفس العمليه حجزت 38 طن من ماده الفرينه المدعمه في نفس المستودع فوالا. اي معناها السيد هذا قاعد معناها خارجه قانون كما يقولوا فيه، خارجه قانون ما خاش كون يوقفوا. كيفاش معناها مستودع في بن عروس ولا بن عروس راهي ماهيش في خارج الجمهوريه وكل شيء في وسط العاصمه في باسك وما يوافقوش به كان تو يوافقوا به معناها قاعد يحتكر تو يوافقوا به معناها اللي يغطيوا عليه قاعدين ياخذوا الفلوس. انا نعطيك من الصب الصحيح انا نغطي عليك واعطيني الكوميسيون تاعي هذاك كيفاش عايشين تو يلعبوا على نطاق السلم الاجتماعي ماهوش باش يوصلوا راه والله لا هم باش يوصلوه. احنا التوانسه فهمنا كل شيء، احنا كي نشدوا صفوة الخبز موجود والمواد الغذائيه موجوده والحمد لله، اما هم تعرف يجيو كيك اللي انسان يجي فنان على فنان يحربوا من مهرجان يجي يقص التاكل كله بعد يقطعها. احنا توصلنا نجي ناخذ المواد الغذائيه فلوس عندهم هم، الناس هذوما اعداء اعدائنا اعدائنا واعداء 25 جويلي يصرفوا في الفلوس يجيوا وياخذوا النعمه ويطيشوا. والله العظيم اللي ما يحسبهم ربي وتونس راهي تدق بقدره ربي. الناس هذوما والله والله ما تشوفي فيهم نهار وانا لا عندنا لا نقص ولا عندنا شيء يا ربي ولك الحمد دوم علينا النعمه لان الشعوب ما استحمدتش. انا راهو فيها السير فيها اما احنا بفعل فعل تو بفعل فعل سنتجاوزوا الازمه ذي ورانا فقنا بهم وما عادش ما عادش نمشيو معاهم خلاص. احنا نقولوا رانا شادين صحيح تعملوا اللي تحبوا تحتكروا ما تحتكروش اللي يحصل طوي يخلص واللي ما يحصلش الشعب واعي بكل ما موجود واللي تدبروه انتم واعي به الشعب. حسب رايك توا المخزن هذايا او المستودع هذايا اللي لقاو فيه الكميات هذه نتاع المواد الاساسيه فقط كان المستودع هذا ولا كان اللوج تنزيدوا نلقاه؟ لا لوجنا ولقينا ليه ولا لا ماهوش هذه اول مره يصير هذا لقينا في المستير لقينا في بنزرت لقينا في قروان لقينا في هذه تو جمعتين اللي فاتوا هاو كملنا ولا مازال؟ لا مازال مازال ولزمنا صامدين ولزمنا نبقاو شادين صحيح وانا احيي 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 الفرق الامنيه احييها حتى روحها في المنظومه ونجحت وان شاء الله تقضي عليهم لانه وصلت عرفت الخيوط عرفت الاسرار ان شاء الله ما زلنا ساعين اللي باش نقضيوا عليهم ونقول لهم راهي فلوسكم مشتوفه وانتم بتخسروا فيهم في ملاياني اللي سرقتوهم من التوانسه ربك مقدر عليه باش يمشي في الحرام. هون ماشي في الحرام تشريوا النعمه وتفرطوها وربي باش يدقهم. لا ما تخافش كنزيدوا لوجه تو نلقاو غير يبلغوا برك. يقول لك البلاد اللي كثر فيها الفقر يكثر فيها الفقر راهم مولاها سراق معروف هذي. عمر بن الخطاب وقت اللي كان يحكم يمشي يرقد تحت شجره لانه عداله. الناس هذوما ماهمش مفكرين باش ياخذوا 100 قبر من بعد باش ياخذ تلقاها جهنم تشعل ملهيته الدنيا الغلب. اذا كان فما عندكش ما عندكش عقل وما عندكش مخ وما تفكرش باش تقابل قدام ربي تجوع في ملايين الناس وانت اليوم معناها تخمم كان في شيختك وجوك يظهر لي ثبت بالكشف انه مش بلادنا فقيره. لا بلادنا مش فقيره، شعبنا فقير في مخه. مش ما عندناش ماكله. لا عندنا كل شيء، الشعب نتاعنا هو الفقير، العقليه هي الفقيره. وقت عقليتنا تبدل وشعبنا يتبدل ويحارب على بلاده. انا كان يعرضني واحد ويطيح من جيبه بابي مشوار نخل ثاني نقول له خويا هز هاكا استل واحد، تقول لي شبيك شو مدخلك؟ فهمتي ولا؟ بينما انا نعيش في المانيا 40 سنه تو 43 سنه، وقت تطيح لي حاجه من جيبي يخلط علي يقول لي الو؟ باكش الورقه ذيك تستحق لها تحت من جيبك كنت ما فقتش بالرغم يعرف لي بابي مشوار انت بس نهزها ولا وح. علاش كلمني كيك؟ لانه غير على نظافه بلاده. نحن ما نغيروش على بلادنا، نحن ما نعرفوا بلادنا كان كي نخرجوا في الغربه. وقت اللي تخرج غربه ولي وقتها يشد الصف ولي وقتها يعرف النظام ولي وقتها ما يشق الفروج لما تشعله خضرة وقتها يعرف يفيق يكون في غيبوبه. هنا عايش في غيبوبه. بينما فما ناس تفتقر لابسط المواد الاساسيه فما ناس اخرى تحب على الربح
وتربح وتخبي في المواد الاساسيه بطريقه في تونس ولا تسوى اللي لبس عليه هو اللي فوكات والمزمر يطيح هو اللي فوكات معناها اللي ما عندوش فلوس يفقروا على الاخر والغني زيد يقول لي يطلع الاسم علاش ما ثماش قانون ثماش قانون بكل كل اختي قانون ما ثماش كيفاش بربي نعطيك اكزامبل قبل كانوا الكنساء الكبار يخدموا طابونه يخدموا واحد يبيعوا في النهار يدبل فلوس ما عادش لاقي الفيرين مساك الشيخ ما عادش لاقي الفيرين هي محجوزه الفيرين هي مو هذاك هذاك تو يزم يوقفوا يزم ياخذ حقه دوله منه خاطر هذاك نتاع الشعب مش تاعو